احنا كنا زمان عندنا حاجة اسمها السجن بالمعنى التقليدي، او الاماكن اللي هي يعني المؤسسة العقابية زي ما بتقال، حتى كان اسمها كده يقول لك المؤسسة العقابية. دلوقتي احنا حتى المسمى في اطار الجمهورية الجديدة اختلف. طب هل المسمى بس اختلف ولا المضمون اختلف؟ يمكن انا شرحت لحضراتكم مرة، ويمكن اكتر من زميل في برامج وقنوات اخرى برضو شرح ده، ويمكن انتقلنا الى مثلا وادي النطرون. يعني انا رحت ازور وادي النطرون، ورحت بدر، ورحت العشر من رمضان، حلو كده، وشفنا المراكز الجديدة اللي هي اسمها مراكز الاصلاح والتأهيل، ما بقاش اسمها سجن كذا. طيب ده الاسم يا يوسف؟ اقول لك لا، انت المفروض انك شفت ده اكتر من مره، وانا هوري لك المره دي كمان على سبيل المثال مركز الاصلاح والتاهيل بتاع العاشر من رمضان شكلا وموضوعا، وزياره وفد من المجلس القومي لحقوق الانسان لهذا المركز الموجود في العاشر من رمضان. ملخص القول انك هتشوف مرافق وتجهيزات وبرامج اصلاحيه متبعه قائمه، وتاهيل للنزلاء، واشاده من أعضاء المجلس القومي لحقوق الإنسان بهذه المنظومة الجديدة لتأهيل ورعاية الناس اللي موجودة اسمهم النزلاء. أنا أتذكر كلمة قالها الرئيس من حوالي سنة ونص أو سنتين، قال مش معقول البني آدم يتعاقب مرتين، يتعاقب بأنه قيدت حريته لأجل أمر ما فعله، ده القانون ومفهوم، أما أنه يكون موجود في منشأة مش مؤهلة بالقدر الكافي، ده كده وكأننا بنعاقبه للمرة التانية، وده أمر مرفوض تماما. ومن هنا بدأ يتعمل برنامج كبير جدا وطموح جدا عملته الدولة وعملته وزارة الداخلية لتغيير الشكل والمضمون والمسمى. خلونا نشوف التقرير ده ونروح لفاصل وهنرجع نكمل الكلام. رؤية إصلاحية وتأهيلية تتبناها وتطبقها وزارة الداخلية داخل مراكز الإصلاح والتأهيل كانت موضع اهتمام المجلس القومي لحقوق الإنسان الذي قام بزيارة مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان في إطار زياراته المتواصلة لهذه المراكز للاطلاع على الأبعاد الإنسانية والاجتماعية ومنظومة الرعاية المتكاملة داخلها، وفي مقدماتها الرعاية الطبية المقدمة للنزلاء والنازلات من خلال المركز الطبي بتجهيزاته المتطورة والتي أثنى عليها أعضاء الوفد. لما نشوف النهاردة غرف عمليات بنظام الكبسولة المدمجة، لما نشوف مراكز أشعة وتحاليل وكافة الأجهزة الحديثة التي لا تتواجد في مستشفيات كبرى لها اسمها موجودة داخل مركز إصلاح وتأهيل، يبقى نضمن أن النزيل داخل هذا المكان يلقى الرعاية الصحية المكفولة له. أتصور أنه إحنا قدام حتى يعني أجهزة من أحدث الأجهزة اللي موجودة في المستشفيات الموجودة في مصر، ده بيدي انطباع لأي مدى وزارة الداخلية مهتمة بتقديم الرعاية الصحية بحسب المعايير الدولية المطلوبة في مراكز الإصلاح والتأهيل. كما يتم تقديم رعاية صحية واجتماعية لائقة للأمهات النازلات ومنحهم أوقاتا كافية لقضائها مع أطفالهن وفقا لمعايير حقوق الإنسان. سياسات الحماية المجتمعية المتبعة هو كيف يمكن صون هذه الأسرة وحمايتها، وخاصة في جانب الأطفال منها، واللي احنا بنشوفه في الوقت الحالي في أحد مراكز رعاية الأطفال داخل مركز الإصلاح والتأهيل في العاشر من رمضان. جولة الوفد داخل مركز الإصلاح والتأهيل العاشر من رمضان كشفت عن مدى التطور الكبير في برامج الإصلاح والتأهيل التي تطبقها وزارة الداخلية، والتي يأتي في مقدمتها الحرص على تعليم النزلاء حرفة سواء يدوية أو صناعية حتى يتمكنوا من إتقانها، وهو ما انعكس على جودة المنتجات نتاج عمل النزلاء والنزيلات. النهارده احنا شفنا منتجات غايه في الروعه، فيها ابداع، فيها مراعاه من جانب المؤسسه للمنتجين، في تسهيل لعمليه البيع وعمليه الابداع، وانا اتصور ان ده بيؤهل النزيل نفسه لمواجهه الحياه
بعد الخروج. دار التأهيل عقاب وفي جانب زجري وردعي وأشياء من هذا القبيل، لكن الفلسفة الجديدة هي الإصلاح والتأهيل وإعداد النزلاء للدمج في المجتمع. في مستوى كبير قوي من الخدمات بجودة عالية بيتقدم للنزلاء. كما حرص الوفد على زيارة عنابر النزيلات للاطلاع على الظروف المعيشية داخلها ومدى الخصوصية التي تتمتع بها النزيلات داخل هذه العنابر. دي أول مرة نخش عنابر السيدات، وأنا حقيقي مبسوطة جداً باللي أنا شايفاه، لأن كان في بعض الإشاعات اللي أنا كنت حابة بنفسي كعضو مجلس أجي أطمن منها، وحقيقي اللي احنا شفناه دلوقتي يعني أنا فخورة من النظافة، من مستوى السيرفيسز اللي موجوده. انتوا لما بيكون عندكم اي احتياج، حد تعبان عنده مشكله صحيه، بتعملوا ايه؟ بننادي على الكابتن، او الحارسه. الحارسه بتيجي هي تفتح وتطلع المريض، تطلع المريضه بقى المستشفى بالليل. هل في كاميرات في حسيتوا ان في كاميرات بتصوركم؟ لا، مفيش في الاوضه. طب فين الكاميرات؟ بره في الطرقه. بره في الطرقه. لكن في هنا في المكان جوه مفيش كاميرات في العنبر ده وفي بقيه العنابر بتوع زمايلي. كلها نفس دول. كنا سامعين بفكره الكاميرات اللي في الزنزانات خاصه للنساء، احنا اتاكدنا انه مفيش، ودخلنا وشفنا وفرجنا وشفنا كذا زنزانه تاني. حضرنا المجلس القومي لحقوق الانسان وزرنا العنابر وتاكدنا ان غرف النزيلات ما فيهاش اي كاميرات، وان فعلا الكاميرات اللي موجوده في الممرات، هي موجوده في مواقع تضمن تامين وسلامه النزيلات. ويحرص قطاع الحمايه المجتمعيه على اثقال المهارات الفنيه للنزلاء من خلال خبراء ومختصين في هذا المجال، وهو ما ساهم في وصولهم إلى الشكل الاحترافي. شفت النهارده في الحقيقه يعني بالفرقه الموسيقيه الموجوده، بالعازفين، بالمغنيين، حتى بالكورس، وهذا الاندماج الكبير والاحساس النفسي المرهف، من المؤكد انه ده هينعكس على سلوكهم في فتره اقامتهم هنا وكمان لما يخرجوا للمجتمع. تتمتع مراكز الاصلاح والتاهيل بكافه المزايا الاجتماعيه والانسانيه والصحيه والتاهيليه التي يمكن من خلالها بناء انسان جديد مؤهل حرفياً واجتماعياً وصحياً وعلمياً للاندماج في المجتمع، في ظل تطبيق أفضل المعايير الدولية لحقوق الإنسان داخل هذه المراكز.